سلسلة القائم مع الموجه. بداية بدا نشكر بعض الناس الحاضرين معنا هنا. عزيز الطاهري كان هنا بغيت نحييه لأنه من الشعراء الكبار ديال الملحون ولكن من المؤسسين الظاهرة الديوانية وجه الجلالة. وفي الخلف كاين شاعر كبير هو السي الحنفي اللي عطى الرديف ديال هذه الظاهرة، شاعر تازنزارت اللي حاضر معنا كذلك. إذا شعراء ديال موجة عشناها كشباب في السبعينات. والأستاذة ديالنا الأستاذة عائشة بالعربي اللي مشيت معها لتعنضات، نحن في نفحات صوفية وزرنا قبر ديال تعنضات اللي كتشتغل على الواليات الصالحات المتبرك بهن، يعني شاش الفينيميزم عند الواليات، لأن كنتكلموا على الأولية راه كاينة حتى الواليات وتا هما كان عندهم البركة ديالهم. كاين معنا السيد بن ناصر اللي غنتكلم عليه فيما بعد، وكاينه ليلى الرهوني اللي مولات العرس، فكنشكروها لأنها تصر على الاستمرار في هذا الفنون رغم الصعوبات التي تصادفها. عشت معها تجربة أخرى في اللجنة الجهوية تنظيم ملتقى تاريخي اعتبره الآن تاريخي، سيت لا كرياسيون كارسيرال، أو لا إبداعات خلف القضبان، واللي جبدنا فيه هذه النصوص وما كناش عارفين هاد لو تيكست على الكوكتيل، والا كنا برمجناه لان كنا جبنا واحد المجموعه ديال النصوص اللي كانت كتبات خلف القضبان او هكذا خارج ووراء القضبان. الوغ غنمشي في سياق اخر، ولكن سيحضر الحب وسيحضر الشعر، ولكن في موضوع ديال الهجره. موضوع انا كنشتغل شويه على الهجره، لست باديب ولست بباحث، انا غير كنبش في كلشي وكنقول شي حاجه ما عرفناها مزيانه ولا لا، ولكن اكتشفت وانا ابحث عن ظاهرة وهو أسايس لهذا لو تيكست لو لانتيتولي ديال لو تيتر، يمكن نقراو كما بغينا. أنا خديتو في الأصل، قلت من أنرار إلى الواتساب. أنرار هو البيضة في البادية المغربية، وهو مكان للدراس كندرسو فيه المحصول، مرتبط بالبادية، مرتبط بالجبال. وكان غالبا هذاك الفضاء كيلعب جوج الأدوار. الدور الأول هو دور ديال الفلاحة ديال المعيش ديال الحياة اليومية، ولكن عندما انتهي من الشقاء تجتمع النساء والرجال في نفس المكان، ماشي يلعب واحد دوس يلعب واحد يلعب أشياء كثيرة، ولكن سي تان اسباس بحال لاكورا، ولكن سي تان اوتر اسباس ديال لا رونكونتر، خصوصا بين الشعراء اللي فيه التناظر. اللي غنتكلم على بعض المصطلحات اللي هي كتجيع من عند الشعراء. فلقيت بأن هذا كسايس كان في الأول مادي، اللي تي ماتيريال، لو ماتيرياليزي دون ان اسباس. Aujourd'hui, il est virtuel. كاين اسايس يستمر ومع هاد الموجات ديال التكنولوجيا، والهجره لعبت فيه دور كبير. وهنايا لابد ان اعرج على شاعر كبير جدا ومغمور، هو ابراهيم بيهتي، من الشعراء الكبار ديال المهجر، واللي عنده كلمه كبيره، وسنرى كيف انه استطاع ان يقف الند للند المايسترو ديال هذا العصر الحديث اللي هو الحاج محمد البنسير، في نصوص ساحاول ترجمتها. وكنشكر الشاعر بن ناصر اللي حاضر معنا هنا، لانها كاينه اشياء لا يمكن فهمها الا بالعوده الى المصادر، والمصادر ديالي هنا هي مصادر حيه ليست مصادر مكتوبه. لاننا كنهضر على الهجره، واش الهجره الداخليه خارجيه؟ سي لا ميغراسيون، غادي نمشيو لفرنسا ونعرجوا شي شويه سي والو. دونك السيد بن ناصر من الشعراء الكبار، انا مجموعه الاشياء حديثها من عنده، لانه كاين ديمو كنسمعوهم ولكن يلفوا دابور لي ديكورتيكين فيهم واشنو تيقولوا فيهم، وهما اللي غادي يكونوا المحور ديال هاد الكلمه هادي ولا هاد اللقاء. الوغ اسايس عنده معاني، هو عنده كلمات بحال زريب ولا اقلوي، ولكن اسايس هو العام، هو الشائع. وانتقل حتى المكان ديال اسيس، انتقل من فضاء الى فضاء. كان اسيس في الباديه، كان في الجبل، ثم فيما بعد كانت الهجره الاولى وليكزود رورال من الباديه نحو المدينه، وحضر معها اسيس لا كولتور الفواياج افيك لي تريمان. لي تريمان فواياج با تو سول، كيمشي كيدي معاه ثقافته، كيمشي معاه هاد الاشياء كلها. فخلق اسيس داخل المدن، اسيس اللي غادي ربما يكون هو باقي فيما بعد في الحلقه ولا اشكال ديالها، ولكن اسيس حاضر داخل الفضاءات دي زيسباس بيبليك داخل المدن. غنلقاو اسايس نيد القايد في نسقان، غنلقاو اسايس باسماء اخرى في تيزنيت وفي تارودانت الى اخره، دي زيسباس دو رونكونتر، دي زيسباس ديشونج، مي دي زيسباس اوسي ديال لو شون
ديال 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 لابويزي واللي غالبا كتكون داخل هذه المدن. ثم فيما بعد اذا مشى اسايس للمدينه سيحضر ايضا اسايس مع لي نوطابل مع دوك الاعيان اللي تيديروا اسايس وسط الدار عندهم امكانيات ماديه تيبني ان غروند ميزون وداخلها يكون الفضاء تشبها بهذوك القياد الكبار هذوك لي سينيور دو لاطلاس ديال 19 و20 اللي كانوا كيصنعوها داخل الاسوار جاو دوطر نوطابل اللي صنعوا داك لي سباس بيبليك وكيستضيفوا فيه الناس والناس يفرحون عندما يحضرون وخصوصا عندما يكون هناك شعراء كبار يتناظران وكاين دي غران نو اللي معروفين هنا في عند نفسوس اللي دازوا في هذيك المناظرات وهذيك السجالات الكلاميه الكبيره. وهنا باش نشير ان غالبا يتم تشبيه الشعر الامازيغي بالعسل وبالنحل حاضرين بقوه حتى السيد بن ناصر الديوان الاول ديالو اللي غادي يطبع سماها غليف الظلمات غليف هو النحل الظلمات العسلي العسلي علاش العسلي هو سي لابي سحريا لابي سحريا بيك دون دي تري بون ميل ولكن البيك سي تو لا توشي البيك. دونك في الشعر الامازيغي كاين جوج كاين الشهد الكلام الحلو الجميل في لا بويزي دامور في لا بويزي ديال لانتربريتاسيون اكسيتيرا ولكن في الهجاء يلسع بحال النحل تيضرب فكاينين لي دو بحال لهذا فاش كيقول مره كيقول لك شعري اقصاص ما كيقولش ضربوا بشي هذا اقصاص ضربوا بحال النحله سيرفو دي هاد لي تيرم il faut les comprendre un petit peu. اذا مشينا هكذا يعني هاد لي سباس سي ان سباس دابور كاين اشياء الكلمات اللي داخله في هاد الاشياء لابد ان نفهمها وهو الشعراء عندما يتناظران كيتسمى انعبار انعبار في لابويزي هو هذاك الكلام ديال التناظر او هذاك الكلام فن القول ولا فن الرد والرد السريع ونحن في مجتمع لا يكتب مجتمع دولوراليتي مجتمع يحفظ والمعين ديالو هو الباديه والسير السلطنه ايضا راه بقينا في الباديه بقينا في الجبل فهاد الاشياء تبقى كاين هذا كاين عبارة كاين واحد لو تيرم اخر اللي كيستعملوه الشعراء كثيرا تيقول لك الكلمه كيقول لك ان تقصد 50 كلمه انا في الاول كنت كنقول 50 كلمه سي كوا 50 كلمه هي 50 بيت الكلمه عندهم هي البيت دونك سافو دير بانه الفو دابور كونترول لا بيتي بو سا باش نعرفوا اشنو تيقولوا اذا هاد الاشياء ثم غادي تجي واحد القضيه اخرى الاخرانيه هي تبرات تبرات هي الرساله بكل معاني الرساله ولكن تبرات اللي غادي نهضروا عليها ولا غنتكلموا عليها هي رسائل صوتيه انا كنت كنقلب على ديالات ريكريت فاذا به ما كايناش موني دون ان اسباس دو لوراليتي وهاد الرسائل المكتوبه لا تكنولوجي غادي تساعد فيها بشكل كبير لانه غتخرج فاش كان ديسك صعيب انك تسجل تي با لي موان دو فير ديسك ولكن جات لا كاسيت ولات على لا بورتي دو تو الموند كلشي شرا الكاسيت ولاو تيشوف جوج كاسيتات وضروري يكون فيها لونجيستر ما في زاني 70 وحده في فرنسا وحده عند المراه في الدوار سافا دير ان لا لتر تجي لانه اون تي في لا فاز قبل ما يكون لو جروب مون فاميليال اللي ما غير 75 76 دونك هذيك لا فاز الاولى فاش كانت لا سيباراسيون فاميليال دونك لو ليان سو فيزي اترافير هذوك لي كاسيت اوديو اللي كيكون دي زيميسير كيكونوا سفراء تيجيبوا هذيك لا كاسيت من برا تيجيبوها هذا رسائل عائليه ولكن تبراتين ديال الشعراء هنا فاش غنقول اسايس غادي تحول من لو ريال لو فيرتويال دونك ولا اسايس ومع بيهتي غادي يبدا لان بيهتي غادي يمشي لفرنسا وهو بيهتي من لا بد ان نعرف به قليلا بيهتي من الشعراء الكبار لان الى خدينا لي كرون بارولين لي كرون لي بويت كبار كاين فلامور كنقولو سعيد الشوك في الشعر الاجتماعي وفي الاغراض كلها كنقولو ال بنسير شاعر خدا المرتبه الا كتقول بالعيد كتقول ال بنسير في هذا البوك مودرن وكاين بيهتي وكاين الحاج حماد الريح الحاج حماد الريح شاعر ولكنه لم يغني كتب لي كل الاسماء التي تعرفونها حتى لا نذكرها وفي بعض الحالات يغنون اشعاره دون ذكر المصدر وهذا مشكل عاوتاني عند هنا في الجنوب وكاين بيهتي شاعر المهجر بيهتي سيهاجر مع العلم انه كان مغني يربح كثيرا كان عنده ان سوكسي ولاني كنا بصيص رضيح الحباب يقال باب يترموين وريقي ويرقز كيعرف بانه هذيك لا كارير
ديال لو بوي ديال لو شونتور بحال ديال فوت بالور لي ليميتي دونك ماشي شي حاجه ديورابل سي بور سلا نموت البحور ندوس للخارج اخترت الهجره هذا من بين الاشياء اللي دفعته انه كيهاجر فيما بعد هو بيهتي شعره شعر ديال اجمل يعني عاش في هذه البيئه ديال اشتوكن ان كاين مدرسه الحوز كاين مدرسه ديال اشتوكن كاين مدرسه ديال الحاحات ثلاثه لي زيكول لي غران زيكول ديال لابوليزي امازيغ هو كيقولها حتى اشتوكن في هذه المدرسه اشتغل مع 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 خصوصا في اجمل كان كيكون في غالبا مناظرات والشعر اللحظي الشعر ديال لو مومون ديال لابروفيزاسيون وكيكون عنده القدره على الـ على الـ على الالتقاط وفي نفس الوقت الاغراض ديالو متعدده يمكن ان تنتقل في نفس الموضوع من الغزل للوصف لدراسة حالات الظواهر المناخيه الظواهر الثقافيه المشاكل الاجتماعيه كلها يمكن ان نعود اليها في هذا الجانب ولكن هو تيقول تيعطي سبب اخر للهجره عندما هاجر في 69 لان هو المسار ديالو مشى في 69 غيدي ولادو في 90 ابناء اليوم ناجحين يعني دي كادر في برا باقي الان مرتبطين ولازال يغني مع العلم انه في المرحله ديالو كانت غريبه جدا كان تيغني في هو خدم في سيتروين الي تي اونجاجي في سيتروين وتكلم على كيفاش انتشر الاوراق كيفاش مشى الى احلي بواحد نصف دقيق جدا والشاعر اللي ما خباش الهجره بسلبياتها وتحدث بكثير عن السلبيات وعن حياه المهاجر في لا شومبر كيفاش كانوا كيعيشوا ديك المعاناه وديك الفريمي الا جاوا هنا ودفعوا شويه كبير علينا حنايا ولا داك الشيء كلشي يهضر عليه الا با كاشي اي دي فاسون اكستراوردينير اللي خلاته كينتقل فتيقول تيقول لك الدواعي ديال السفر ايوا رجع في الله ورب كيميل ريحه السفر كيقول لك اودي انا بلادي عزيزه عليا ما كنتش باغي نمشي يسكاليح العين نبو مي كراد نتكيوير يعني واحد الوقيته الناس كلشي مشاو جا موغا باش تعرفوا لي سوار جا موغا دا كلشي حل الدواء والحاويين ورسولي لي حيد غرام بلاتي مغالي هادي راه ماشي ما نبقاش الدواء ولا العيادات وحتى الذين بقوا في القريه يشبهون في النساء تيقول لي شي واحد ما سولي لا تمازيت كيقول لي عاود ديكرات مغالي ضد الضرب ضد الضرب ما عرفنا واش واش راجل ولا امراه حيت كيقول لي ما كيعرفوش مع الرجال الوغ فاش كيقول لك كيقول لك وردي سبيح عاد كاورح قابل حذرنح في دواعي الهجره يسنزرايا المزمز نكاكيسن نكاكيسن كيكال جوستان راد سوق الميد كوياني اضاح الحمد لله يعني كتجي واحد الوقت فاش كنشوف الناس ودازوا علينا ايام صعيبه والناس كيمشوا للسوق الحمل هو داك الخرج وهو كيقول لك انا ما كنرضاش نمشي للسوق وما نقدرش نجلس في الدار كنمشي كنبقى نضرب في الجامع هذا الشيء هذا هو السبب اللي خلاه باش يهاجر ويمشي للخارج ولكن يتحدث فيما بعد عن الهجره بحال لو كان يعني هذه اشياء اخرى لو وفر الوطن لابنائه شروط العيش لما هاجر الاخرون يعني الهجره كلها اسباب تيقول لك الفائده هو والو انا كيتكلم في قصيده طويله وجميله جدا عن المهاجر اللي تينوض في 5 الصباح كيفيقوا الربايه وما عرفش داكشي كامل اخذت غير واحد الباساج الفائده هو والو مسكين ورقيسني دهريات يحيى لكم المحال وليوفي ادقاورن حيت كيجي كيوصف داك المعاناه كيجي كيفيق 5 الصباح كيدخل في 8 الليل خصو عاوتاني يمشي للفويي يطيب عاوتاني الماكله ديالو ودائما الحنين يفكر في القريه يفكر في العوده هذه لا في ريال ولكن نرجع للبلاد اش كيدير يركب دوكا لا دوار يكزون دي حيلو وصل للبلاد صافي ولا واحد اخر يلبس القميجة المليح يقلق الكرافات برا فيها المشافه ولكن الى رجع للبلاد يلبس قميجة نقيه ويدير الكرافات وكلح في الماك ربي اولي دي زلين الهوياح الهوياح يفول كي باريز يفجيج الى اخره المهم تيقول لك هنا انه الناس اللي كانوا كيعطيو هذه الصوره هذه ليماج ليماج دو ريف سي باريز
هذا جانب. انا كنرجع لبيهتي، بيهتي في علاقتي بهاتي براتي. بيهتي كان تي يتناظر وتعرف، تعرف كاسم قبل ان يعرف كصوره، يعني هو تعرف بالاشعار ديالو، ما عرفوش الناس كيغني. وبدا في الفوايي كيغني في الفوايي شويه، ولاو تيديروا دي بيتي كونسير. كانوا تيكونوا 8 10 Donc, لانه ذاك الالم والفراق الاولاد في الدوار، هو هنا الهجره اللي في باريس بالنسبه لهم، باريس ما هي لوزين تاع فيرو. دونك مره مره سو بيرمي دو شونتي، هو تعرف كشاعر كيكتب الى اخره. شويه بشويه ولاو تيديروا دي بتي سواري، تيخدموها المهاجرين بيناتهم، شويه دخلوا بعض الاسوانات بوسيفون اكسيترا كيورغانيزيو، جاو شويه المتعهدين ولاو تيخدموا سهرات، وهكذا بدا يشتهر حتى انه الصدى ديالو وصل. فولا هذاك الكلام هذا كاين عبار بلي كاسيت مع ابن سيرا، هو فاش غادي يوصل له الطوب ديالو باش تاخذ تيت ا تيت مع ابن سيرا، ما ساهلاش سيتي لو طوب دي طوب. وفي النهايه غادي يعترف بها ابن سيرا وغادي يجي عنده، غنولوا صحاب. ولكن كلامهم كاينه كاسيت، كاينه كاسيت كدور، غادي نقرا باقي لو تيكست ديالها. ماشي هذيك هي هذيك ما غاديش نقرا فيها والو، هي هذيك هو عرضها. الو اش كيقول؟ نو 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 سي سون دي كاسيت، هادو سي سون دي كاسيت نورمالمون انتر، ولكن لو كان الا كنتكلموا على لو ديسك دور، هادو راه ماشي فات ولو ديسك دور. كاسيت اللي كيخرجوا فيها دي مية كوبي، ومع لي دروا دوتور ما كاينينش، ولكن وصلوا فيها شي حوايج خايبه. يعني عندما هنا ولاو كيتعبروا كما كيقولوا، كل واحد يبين قدره ديالو بالشعر، ماشي بالكلام، ماشي بالسبان، بالشعر الموزون. والا ما عنده العبر ديالو ما يدوش، ولكن وصلوا الى اشياء كانت هما غايقولها لي تعطروا بها. غنقرا لكم شي شويه في هذا لي باساج. كيقول ليها بيهتي، كيخاطب ابن سير، كيقول ليه رب الحاج يحج جنس المليح لله. هذا شويه ديال النبير بعد هذاك الفلوس ديالك انت بعد حلال ولا حرام؟ يبا الحاج يحج جاس المليح لله، انت اللي مشيتي للهج. يزدو ليه خشوم كات افلا التيلين، كيمشي حتى يسكاسن اكي ديدي تحكوت المنشار. كيقول ليه ميرا سنوات وانت كتجبر كتعبرني كتجبر هذا. وكيقول ليه وكان الحاج والحاول راك نسلحيت. كيقول ليه انا كنحتارم وما بغيتش نخرج معاك بزاف. ورتزول يزدي صور ترديد اداوني النيان وفنك، لانه كيعبروه ديما كيقول لي اودي ابن سيرا انت شاعر ولكن به تي كيجيب لك تمام. وهو يبقى فيه وتيقول في الاخر هاتي طفح البارود افلان وفن منه. قال لي راه عندي القرطاس اكثر من ديالك، ولاني غير وجهتني وراسي سنكات احتراما لك ما بغيتش نضرب به. يعني انا كاع داكشي اللي شفتي من عندي راهو، ولكن غادي تجي هادو سيتي غادي يلاقيوهم فشي سهره هنايا فشي باش عند شي واحد من الاعيان. وهو يقول به تي في هاد القصيده كيقول فيها اهرس غصات يقاو ولا ملكان سيتي لا غير فروات سيتي لا بوك ديال لا غير فروات دونك لا روسي اي لي زيتازون. كيقول ليه اليوم وضعت الحرب اوزارها وجالسين بجوج في لو ميم اندرو. وكي كيقولوا كيقول ليه نكي دو البنسير يقوت ما نسكري والو. قالوا كان نسول ترزاني الكاسيطة، هذيك الكاسيطة اللي كنتكلموا عليها نوصلوا فيها لي ولا تدسى تلاقيح يا ناحي سلان. يعني حتى هذاك الشيء اللي وصلنا فيه ولاو كيضحكوا علينا الناس، ولكن هكذا الشعراء هكذا دايرين. اذا وفيها نصوص ينساها الشاعر. الغريب دابا تسول به تيقول لي اعطيني شي قصيده ديالك، نادرا ما يحفظ. معنا يد بالنص حافظ واحد العدد كبير، وكاين شعراء اخرى تيحفظون وهما اللي عطاونا هاد النصوص، والا كانت مفقوده. عنده فوق 500 قصيده. واحد الطالب باحث السي سعيد جليل وصل 100، وصل 100 قصيده. دابا قلت له ودي خرجها باش تبقى لينا. دونك سي تري باسيونون، ولكن انا غنمشي مع اساس
لو فيه الكونديكتور هو اساس. اساس وصلنا فيه الكاسيت، اساس في التسعينات غادي يخرج الواتساب وغيخرج الفيسبوك قبل. بداو جربوا الفيسبوك، ولكن الفيسبوك لو ميور لي بيبليك، الشعراء هما كيبغوا شي حاجه دالانتيميتي دوك يسكيو، خصوصا داك لا بويزي اوزي ما كتقالش للعموم، كتقال بيناتهم. دونك لقاو الفيسبوك لا يشفي الغالية، غيخرج الواتساب لقاو فيه ما لقاو فيه اللي بغاو، وداروا دي زيسباس دو ديسكسيون، غادي يدير دي فوروم، دي فوروم دو بويت مسدودين. هاد بالنصر كاين في واحد ورا عليا ربعت حلتو، دخلت معاه لان هادو دابا عندهم السوارت، لقيت فيه 30 شاعر كاع الشعراء اللي كنعرف كاينين تما، ديال الحوز، ديال ورزازات، ديال حاحة، ديال الشتوك، ديال هذا، ولكن كيف يتم التعامل مع هاد لي زيسباس دو بويت؟ كتلوح القصيدة أورال، دائما بالشفوي بالأوديو، وتيجاوبوك. الشاعر هو لقى شي واحد بدو هذاك وين عبر هذاك هو ذاك كيجاوبو، لقى شي واحد قلل منه ما يجاوبوش، وبعد نبات واحد النوع ديال بمعنى هاد الاشياء كلها اصبحت فضاءات هي تغري بالبحث. وكاين طلبه دابا ديال الشعر ولا طلبه ديال التخصصات اليوم يمكن ان يشتغلوا على هذا المجال، فيها مجالات كثيره واغراضها لا تنتهي، وفيها الزمان المغربي كيف يتغير. فلاحظنا ان اساس كيف اتينا به من انرا وصلنا للواتساب. اخر ابتكار هو نديرني المسيره، اخر مسيره ديال اكاد، مسيره اكاد ديال الدار البيضاء اللي كانت فيها واحد الحراك كبير، اللي كان كما تيقولوا الناس مدابزين مع التي جي في، وهذا حنا باقي مدابزين مع الحلوف. حنا عندنا مشكل اخر هنا في هذه البوادي، وهو المشكل ديال الخنزير، لا زلنا في حرب ديال هذا والارض. فكانت مسيره الدار البيضاء خرجت فيها النساء والرجال والاعيان، جمعت الجميع. ولكن اللي غادي يدير عاوتاني اللي غادي ياخذ هذيك لو دوسي هو الشاعر عبد وطاطا، خرج في هذيك المسيره احد الشعراء الكبار، وغادي يدير اساس وسط الشارع. المسيره كيكونوا الاسم وهو الشعارات، هو جلس تما وطلق واحد القصيده وداروا بها، فاذا بها كاينه في اليوتيوب تيقول فيها يقول المغابه ارسالي اقبلين نقلت قليت وساريوي دارنا، تيقول لك حالف بغابه، بغابه هو فلسطين، عدي قبيلتنا كاملين وحنا حالفين ما حط فيها رجلي. وفيها دعوه الى الجميع يقان دانتزي الدوريوي اقرانين كلها قلناها، قصيده طويله قالها تما وضربوا به الناس ودابا كتدور. في نفس الوقت غادي تفتح دونك غيدخل اليوتيوب، دونك من الواتساب غيدخل اليوتيوب عاصد عارفينو بالقاسة بسميتو المحاضرات ديالو إلى آخره، ولكنه شاعر غادي يجاوب ما غايجاوبش بقى هذا، ولكن حتى هو غيدخل على الخط بقصيدة أخرى في نفس الموضوع على طريق اليوتيوب، بمعنى أساس راه تحول اليوتيوب، ولاو الناس كدير ديك لي فيديو كتلقها وهكذا. داك العبار وصل إلى موضوع آخر، أي مزيغ مونات مونات أدور نسيت دليت تبديت وراحت كاع ابناتي قديمين، بمعنى دعوة للوحدة لما كانوا فصائل وكذا، دعوة للوحدة من أجل أن ننتزع حقوقنا. فلاحظت عبر هذا لو بتي فواياج فيرتيال من أساس الواقعي إلى أساس الافتراضي، كيف يمكن للشعر أن يوثق الأحداث، كيف يمكن للشعر أن يسافر، كيف يسافر المهاجر ولكن تسافر الثقافة. المهاجر لا يترك ثقافته في البلد، المهاجر يسافر بثقافته، وبالتالي لا يمكن أن تحدث عن هذه الانتيغراسيون ولا الاسيميلاسيون. مهاجر ناخذه بثقافته، لا يمكن أن آخذه وأترك الثقافة. فأنهي بهذا الكلام، وكنشكر السي إبراهيم والإخوة كاملين على حضوركم وعلى صبركم في هذا الوقت المتأخر من النهار. تنميركم. سلسلة القائم مع الموجه.